Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلقوا. اليوم شنتلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو التوازن النفسي. مش بالضرورة تكون طفولتنا سعيدة باش نكبروا بصفة طبيعية ونوليوا رجال ونساء متوازنين نسبيا، كيف ما يقول بيان سور وينيكوت. يكفي انها تكون جيدة بما فيه الكفاية، بمعنى اللي للطفل احتياجات اساسية في مجالات مختلفة. هات نتعرفوا مع بعضنا على الاحتياجات هذية. نجم تكون الاحتياج بالامان، احتياج انه تكون عنده علاقات شخصية، احتياج للاستقلال، احتياج لاحترام الذات، احتياج زادة لحدود واضحة يضعها الشخص اللي يرعاه. الطفل اللي يرى الاحتياجات هذه مشبعة بما لا شك فيه يزدهر نفسانيا، بمعنى يكون نفسيته إيجابية ومتوازنة. وعلى العكس الطفل اللي ما يتمش إشباع حاجياته الأساسية هذه بطريقة نسبية جيدة ينجم يؤدي به الأمر أنه يعيش عجز كبير في هذه المجالات المختلفة، ومن بعد تكون عنده مشاكل كبيرة ويؤدي إلى تكوين صورة غير سوية عن نفسه وعلى الآخرين وحتى على العالم والمحيطين به. وبهكا نخليكم مع موجة الحياة فام، الموجة الإيجابية للصحة صحة نفسية. اهدأ وانطلق. اهدأ وانطلق.